صباح الخير، الساعة 8 الصبح. هلأ عم بشرب شاي أعشاب، حاليا موقفة القهوة بالشاي مشان احتباس المي تحت أوامر الدكتور أكيد. So hello. So اليوم بدنا نروح على البيتش على البحر مع صاحبتي وولادها. فبعد شوي بعد ما اخلص الشاي واسال جنينه رح اروح وبلش جهز الاولاد. ما بعرف شو رح اخذ معي مشان اول وجبه. المفروض نلتقى على 10:30 بالبيتش، فبعد ما قررت لنشوف. فهيدا الاسبوع كله ماشيين على كيتو بميزانيه قليله. امبارح كنا معزومين عند اصحابنا وعملوا مشاوي، فاكلت مشاوي ومتبل ملعقه من الحمص كمان، وهذا كل شيء او سلطه طبعا. رح اخذ معي سلطه الخيار، حطيت ربع بصله حمراء، وهدول تقريبا شيء 4 من الخيار الصغير، وحطيت حامض وزيت زيتون وملح وفلفل اسود، 2 من البيض. كفتة بطاطا، فأنا اليوم حابة أعملها بطريقة كيتونية، أو بدل طبعا البطاطا رح نستخدم باذنجان، لأن امبارح اشترينا باذنجان، ورح استخدم اللحمة المفرومة اللي اشتريناها لحتى نعمل كفتة. هي الأفضل تكون غنم، بس أنا اشتريت بقر، بس مش مشكلة، نفس الطريقة، الطعم شوي بس بتكون غير. فللكفتة بدي 3 معالق من البقدونس، وبما انه ما اشترينا، بس انا يمكن عندي كم عرق بالجنينة، ف رح روح اقطفهم. ياي، كنت خايفة ما يكون فيه لانه شفتهم من كذا يوم. شوفوا هدول منو كتار بس بيقدوا، وهون في شوي. شوفوا الخيارة هون، خلينا نقطفهم وقصهم. بدنا اياهم مفرومين ناعم تقريبا، وفرجيكم كيف بدي احط البهارات. انا امبارح لما سويت الشوبينج للميزانية القليلة للكيتو ما حطيت اي بهارات، لانه طبعا اي بيت بيكون فيه موجود بهارات، مش بتداعي تشتروا خصوصا للكيتو. وكمان الدهون ما اشتريت اي دهون، يعني زبدة او شيء،
بتستخدموا اللي موجود عندكم يعني، فإذا موجود زبدة طبيعية، زبدة طبيعية أو سمنة طبيعية بتقدروا تستخدموا، جوز الهند، زيت جوز الهند كمان بتقدروا تستخدموا. إذا غالي أو مش متواجد منا مشكلة، بس ما في بيت بيخلى من زيت الزيتون، بعتقد بيت عربي، فاستخدموا زيت الزيتون. هلا بدنا نبلش بالكفتة أو الكباب. رح حط 400 جرام من اللحم المفروم، رح أضيف البقدونس، طبعا بتحطوا انتو قد ما بدكم، بصل، انا كتير زدت بقدونس بس انا بحبها هيك، بس انتو ما في داعي تزيدوا، بتحطوا على كيفكم. البصلة بتكون صغيرة طبعا لهي الكمية، ملح، فلفل اسود حوالي ملعقة صغيرة، بدنا بهارات الكفتة. أنا زدت شوية البهارات بس لهي الكمية بتكون ملعقة صغيرة أو نص ملعقة كبيرة، وكمان بدنا 7 بهارات ملعقة صغيرة، كزبرة يابسة ملعقة صغيرة. هلا منبلش منخلطهم كتير مزبوط مع بعض. ممكن تضطروا تستخدموا ايدكم لحتى تخلطوا البصل والبهارات كلها والبقدونس مع اللحمة لحتى يتماسكوا تماما. طبعا انتو فيكن تحطوهم بالفود بروسيسر اذا بتحبوا، بس انا لانه كمية صغيرة وعلى السريع سويتهم على ايدي. وهلا رح نستخدم البطاطا مثل ما قلت لكم بالباذنجان، انا قطعتهم دوائر مثل ما شايفين، وهلا رح بلش مدهم باسفل الصينيه. انا استخدمت 2 من الباذنجان بس لشخصين طبعا. فهلا من بعد ما مد اول طبقه بحط شوي من زيت الزيتون كم رشه يعني، وشوي من الملح. بالعادة الكفتة ببطاطا بحطوا لها بندورة، بس بما انه نحن ما اشترينا بندورة بشوبينج تبع هذا الاسبوع، رح نلتزم ونخليها بيضة مثل ما هي، وما في داعي نضيف قطع البندورة، طعمتها كتير كتير رائعة وانا محتاجة اي شيء. بس التزموا بالخطوات اللي عم فرجيكم اياها. من بعد ما بدينا الباذنجان بالصينية، هلا صار وقت نغطيهم بالكفتة اللي حضرناها او الكباب، ومثل ما شايفين بس رح اعمل طبقة من الكفتة او الكباب من فوقهم بهاي الطريقة. هلا رح اقطعهم او اقطع صينية لمربعات صغيرة، اول شي بتسهل علي السكب لبعدين، تاني شي والاهم انه بدي اضيف مرق العظام، فبدي المي او المرق يوصل لتحت، فطبعا لما بقطعها المي بتوصل لاسفل الباذنجان وبيستووا مزبوط. اذا ما في مرق عظام استخدموا المي مع ملح وحامض. شويتها بالفرن لمدة ساعة على حرارة 150، انتو شوفوا طبعا الحرارة المناسبة والمدة المناسبة لفرنكم. الأكلة كانت رائعة وبأقل تكلفة وما احتاجت أبدا صوص البندورة. الأكلة اللي سويناها اليوم كلفت للشخص الواحد أقل من 2 باوند، فما تقولوا لي هذا يعني كتير كتير اقتصادية هاي الأكلة، وغنية وبتشبع ولذيذة بتجنن. وبالنسبة لمرق العظام، وما تنسوا إذا في عندكم مجال إنه تعملوا مرق عظام بنصحكم فيه، لأنه كتير مفيد ولذيذ وبيعطي الأكل طعمة رائعة، وكمان بزودكم بالكولاجين اللي جسمكم محتاج له. بكم بكرة، باي باي.